اليوم ان شاء الله راح نكمل موضوعنا. موضوعنا بيحكي عن اللي هو وصلنا لعند نقطه الثيرموكيمستري عند هيسز لو، اخذنا تطبيق هيسز لو. طبعا هذا القانون اللي بقدر اوجد الانثالبي او التغير في الطاقه الحراريه دلتا اتش، هذا التشينج ان ذا انثالبي ممكن توجده عن طريق الكالكوليشنز مثل ما علمناكم، ممكن نوجده عن طريق الكالوريميتر، وممكن كمان نستخدم اللي هو قانون هيسز لو. هذا القانون بيعتمد على انه الانثالبي از ستيت فانكشن، هو عبارة عن اقتران، اقتران لا يعتمد على الفات فقط على الحالة، وبالتالي قيمة دلتا اتش إذا كان عندي كمعادلة رئيسية أو مجموعة من الستبس لازم دلتا اتش تكون نفسها، بحيث إذا جمعت الستبس وطلعت معك نفس المعادلة الكلية تقدر بهاي الحالة تجمع دلتا اتش للخطوات وبيطلع معك القيمة النهائية. إذا عندك مشكلة واجهتك في أثناء الحل إنه اكتشفت إنه واحدة منهم كانت مثلا بدنا نعكسها بتعكس معاها دلتا اتش، إذا كان في عندنا واحدة بدك تضطر تضربها تضرب دلتا اتش، هاي هي كانت الكاركترستكس والخصائص لتطبيق قاعدة هيس. هلا النقطة اللي وصلناها اللي هو عند الستاندرد انثالبي، قلت لك الانثالبي كانت دلتا اتش، أخذنا الستبس وحلينا وكتبنا الأوفر أول وطلعنا دلتا اتش، هذا المثال السابق. هلا ستاندرد انثالبي فكرة اليوم ما راح تكون فكرة تختلف عن المحاضرة الماضية، هي نفسها الانثالبي از انثالبي، بس ولكن هون يتم دراسة هذا الطاقة وحساب هاي الانثالبي at 25 سلسيوس 1 اتموسفير و 1 مولر سوليوشنز، يعني محاليل او تركيز يعني تركيزها 1 مولر والضغط الجوي نفسها الانثالبي، بس اللهم صارت ستاندرد، يعني ات ستاندرد كونديشنز عند ظروف قياسيه شباب وصفات محدده ثابته، وبضع عليها فقط اللي هو هاي الدويره، معناته انها ستاندرد، معناته شباب وصبايا انا بفهم اذا كشفتها قدامي انه التفاعل اللي بين ايدي او الحاله اللي بين ايدي حثت عند 25 سلسيوس 1 اتموسفير 1 مولر شباب وصبايا، ونفس التطبيق اللي طبقناه سابقا يتم تطبيقه على هيك مسائل، يعني ما بيختلف عليك شيء، بس اللهم لما انا اوجد دلتا اتش ببطل اسمها دلتا اتش لحالها، دلتا اتش ستاندرد، فبكون معطيتك ستيبس وكل ستيب الها ستاندرد انثالبي خاصه فيها، وبطلع عليهم وبشوف السؤال شو بده، احسب دلتا اتش ستاندرد فور ذا فولوينج رياكشن 2 كربون سوليد زائد اتش 2 جاز، عم بيعطيك سي 2 اتش 2 جاز، كل اللي عليك اول شيء شو بعمل؟ بطلع على وحده وحده، تعالي يا الكربون وين مكانك الكربون؟ بدور هي لازم تكوني رياكتنت، انت رياكتنت، شو اعمل؟ اقلبها؟ ما دامها رياكتنت؟ لا ابدا ما بقلب، بخليها زي ما هي، بس شو اعمل؟ بس شو اعمل؟ هاي المعادله اضرب باثنين يس، هاي المعادله يس، اضرب هاي المعادله باثنين، تضرب هاي في اثنين وبتضرب دلتا اتش الخاصه فيها ايش؟ باثنين يس، بتطلع على الاتش 2، وينك الاتش 2؟ هيك رياكتنت، لازم تكوني رياكتنت، وواحد واحد نفس ما انت تبقى مثل ما هي. تعالي سي 2 اتش 2، انت بالاوفر اول في اليمين، وينك بالستبس؟ في الشمال، ممنوع تكوني في الشمال. بدي اقلب واقلب اشاره الدلتا اتش. اقلب وبقلب اشاره اللي هو اعكس الاشاره. وهي بقول لك تطلع ريفرس ايكويشن A multiply ايكويشن B by coefficient 2 and C will remain as it is. هذا الحكي لما انا اكتبه واقلب فايش بكون؟ بكون قلبت الاشاره هون، هي ضربتها في اثنين، هي تبقت مثل ما هي، هلا بشوف الاوفر اول رياكشن ومش تروح تتلخبط في الكسور، مش لما تشوف كسور تلتخم، لا، اثنين CO2 دخل، في CO2 يس بتروحوا. H2O دخل H2O يس بتروحوا، 2 سي في لا ما في انزلي، تعالي الـ O2 دخل 2 O2 ونص 2 ونص يعني 5 على 2 قديش طلع؟ 5 على 2 بتروح، تعالي الـ H2 بتنزلي سي 2 H2 بتنزل، ما دام هاي هي نفسها اللي سألني فيها سألني عنها بالامتحان معناته بكل ثقة هلا مسموح لي أجمع دلتا اتش ستاندرد تساوي موجب 1300 على الآلة الحاسبة ناقص 7880 ناقص 286 and the answer will be positive أو موجب 229 كيلو جول. صعبة؟ شفتوا؟ دكتورة يس اسألي.
إنه بهاي الأمثلة إنه أنت ما بد مثلاً بتجيبي لنا المعادلة الأساسية والستيب مع الدلتا اتش تاعونها وبتطلب الدلتا اتش للمعادله الاساسيه صح؟ يس. وبشوف كيف انت هل تقدر تفكروا شباب انه اقلب اشتغل بس هذه الامور تمام. يعني بشوفكم هل انتم بتقدروا تفكروا شغلكم صحيح؟ عرفتوا؟ يعني هون ببين تركيز الطالب. اوكي تمام تمام دكتوره تمام. يلا نكمل. كمان بإمكانك تطلع عليه ونفس السؤال وشوفوا وانتوا يعني هلا حلوه يعني بس ان شاء الله تخلصوا المحاضره جربوا حلوه وشوفوا كيف الطريقه الجواب النهائي بينتج معاكم نفس الافكار ونفس الخطوات. هل الفكره اللي راح نحكي فيها نفس الشيء عندي دلتا اتش واخذنا دلتا اتش ستاندرد هلا نفس الشيء دلتا اتش ستاندرد اسمها ستاندرد انثالبي اوف فورميشن اف يعني هلا رح ناخذ دلتا اتش ستاندرد بس هالمره فور فورميشن. ايش فورميشن؟ بهمك اول شيء مهم جدا تعرف التعريف. شو تعريفه؟ تعريف الستاندرد انثالبي اوف فورميشن is the heat change that results when one mole of a compound is formed from its elements من عناصره. يعني يتشكل عندي مركب في حالتهم الستاندرد ستيت. يعني انا شباب وصبايا لما اجي احكي لك انا مركب تفاعلي والله عشان بدي طاقه ينتج هذا المركب الستاندرد انثالبي 500 كيلو جول بحتاج قديش الستاندرد انثالبي اوف فورميشن اذا قلت لك الاثنين مول حسب المعادله الموزونه مثلا تعطيك 500 كيلو جول الستاندرد انثالبي قديش بدك تعرف شو تعريفه الستاندرد انثالبي هي الطاقة أو داء الإنثالبي الناتجة من واحد مول تشكل واحد مول من المركب إذا اللي بين إيديك بتفاعلك الاثنين مول تحتاج 500 كيلو جول الإنثالبي فور فورميشن قديش؟ 250 هون مهم جدا هاي بتساعدك بالحل إنه لما أنا أحكي بده إنثالبي أوف فورميشن ستاندرد إنثالبي أوف فورميشن لازم لتشكل واحد مول من المركب من عناصره الأساسية at standard state يعني عند 25 درجة مئوية و 1 atmosphere. طيب أنت بتحكي عن مركب طب شو بالنسبة للعناصر يعني الله خلقها بالطبيعة زي ما هي O2 N2 مش مركبات عناصر O2 N2 AU ذهب فضة C كربون يعني عنصر بقول لك الستاندرد الانثالبي لإله of formation صفر هاي بتساعدك بالحل كمان شوي اي ما اشوف عنصر اذا بدي استخدم الانثالبي of formation اللي خاصه فيه بحطها قديش صفر لمين للعناصر ليش لانه الفورميشن هي اللي جاي لتشكل المركبات من عناصرها الاساسيه طب العناصر من وين جاي مش الله خلقها مش الله خلقها خام ورو في الطبيعه يعني مش مين شكلها فعشان هيك الفورميشن لها الزيرو هاي الجدول شباب وصبايا ما بيكون حفظ، احنا بنعطيك القيم وبنطلب منك تستخدم هاي القيم مثل ما راح اعلمك. هلا اول شيء السؤال ممكن يسالك one of the following has a zero standard of formation، راح تدور على مين؟ على العناصر. فقط العناصر يس. ولاحظوا انه اغلب المركبات السالب لانه تشكل المركبات طبعا طارد يعني اني اشكل رابطه طارده للحراره. اما اذا بدي اكسر رابطه بعدين اشكل تحتاج طاقه غالبا في المركبات اللي فيها النيتروجين لانه رابطه الN2 لما بدي اربط N2 زائد O2 الN بتكون كثير قويه فعشان اكسرها بدي طاقه كبيره وعشان اكسر الO طاقه كبيره واربطهم فبصير المحصله بالموجب فهذا الحكي شباب وصبايا مش حفظ يعطى لك في الامتحان الجد قيم وانت تستخدمها. اما الستاندرد فور اليمنت صفر شباب وصبايا طبعا هي بحكي لك اللي هو اللي حكيت لك اياه بشو عن الجدول بقول لك كمان دير بالك مش تلتخم مش نفس الشيء اجيب لك معادله اوفر اول ومجموعه من الستبس بس اكتب لك دلتا اتش ستاندرد فورميشن واطلب منك دلتا اتش وتبطل تشتغل لا نفس الفكره ونفس هيسز لو نفسها لما يقول لك تعال هذا التفاعل احسب دلتا اتش ستاندرد لاحتراق الميثان حسب مين حسب المعطيات شو المعطيات ستبس طوالي بروح على هيسز لو وهيسز لو نفس الشيء بطلع وين اماكنهم وبشتغل
انت يا المثال لازم تكون نعم CH4 نفسه لازم تكون product. هي reactant فبقلب اقلب. هي reactant لازم هي product لازم تكون reactant في الاوفرول اقلب. تعال يا CO2 بتضل زي ما انت ابقى. تعال يا H2 مش H2 حتى H2O انت product بس مضروب اثنين اضرب اثنين واشتغل تطلع معك الاوفرول واجمع. ابدا مش صعب. طب في طريقة غيرها؟ بقول لك اه. طب شو هي؟ فقط تخصص عند استخدام الفورميشن. يعني اذا اجاك سؤال وقال لك اعطاك معادلة كلية زي هاي وقال لك اوجد دلتا اتش ستاندرد الانثالبي فور ذس رياكشن او احتراق الميثان بتقول له اذا معك ستيبس بتحل على الستيبس، ما معك بعطيك جدول فيه قيم دلتا اتش فورميشن لكل وحدة للسي اتش 4 وسي دلتا اتش فورميشن ستاندرد للسي او 2 ودلتا اتش فورميشن للاتش 2 او وحل. طب ليه ما اعطيتك للاو 2؟ ليه ما قلت لك دلتا اتش فورميشن للاو 2 قديش؟ لانه زيرو لانه صفر. اليمنت ايوه اليمنت صفر يس اكسلنت. طب شو بدي استفيد من هالجدول؟ انت ما علمتينا، انت اعطيتينا كالكوليشنز، اعطيتينا كالوريميتر، اعطيتينا هيسز لو انه تعطينا ستيبس، بس ما قلتي لنا لما تعطينا جدول. هلا بقول لك الطريقه الاخيره لايجاد دلتا اتش لاي تفاعل انه يا شباب يا صبايا استخدم دلتا اتش فورميشن ستاندرد انثالبي اوف فورميشن للحل. طب كيف؟ كالتالي بتحط عينك على الاوفر اول. يعني اجاك بالامتحان هاي الاوفر اول اوجد دلتا اتش ستاندرد لها، هاي ستاندرد مش فورميشن ستاندرد. شو اعمل؟ تشتغل كالتالي بتقول دلتا اتش ستاندرد لهذا التفاعل الموجود في الكتب تساوي بفتح قوس مولات البرودكت في دلتا اتش فورميشن للبرودكت. يعني مين؟ سي او 2 برودكت، هي برودكت وهي رياكتف. كم مول السي او 2؟ واحد. واحد ضرب قديش الفورميشن للسي او 2 بتاخذه من الجدول؟ طبعا بكون كاتب لك اياه دلتا اتش فورميشن للسي او 2 زائد تجمع قديش مول للاتش 2 او برودكت؟ اثنين في دلتا اتش فورميشن للاتش 2 او من الجدول. بعطيك اياه بالامتحان بسكر القوس. ضل برودكت شيء؟ لا بحط الناقص. هدول برودكت ناقص رياكتن ناقص، يعني طاقه تشكل البرودكت ناقص فورميشن الرياكتن ناقص. بفتح قوس كبير يلا الرياكتن واحده ورا الثانيه. كم مول ميثان؟ واحد ضرب واحد مول دلتا اتش اس فورميشن للميثان زائد يعني مجموع البرودكت ناقص مجموع الرياكتر 2 في دلتا اتش فورميشن الاو 2 وهي اصلا صفر. وبتشتغل من الجدول بتاخذ القيم، بكون معطيتها قيم زي هيك للسي او 2 لهي الارقام وبتاخذها وبتقول يلا نفس الحل وبيطلع معك الجواب النهائي لازم سالب 891 كيلو جول. طب شو الفكره؟ الفكره انه دلتا اتش الطريقة الأخيرة ستاندرد تساوي حسب المعطيات. إذا عندك بس فورميشن بتقول مجموع مولات، هاي طبعا سيجما، مولات البرودكت في دلتا اتش فورميشن لإلها لكل واحدة فيهم ناقص مجموع عدد مولات الرياكتنت في دلتا اتش فورميشن للرياكتنت. يعني تجمع كل رياكتنت مع بعض بتضربه في موله تجمعهم تطرحهم من مجموع البرودكت مولات البرودكت في فورميشن. طب اعطينا مثال خلينا نشوف. شباب صبايا يس عندك سؤال؟ هلا هاي احنا بنستخدمها دلتا اتش تبعت السيجما حتى ما نعمل خطوات انه نقلب ونضرب. يس هو حسب المعطيات. لا هلا اذا اعطاك هاي الخطوات هون بدك تستخدمها اقلب واعمل. هلا اذا ما اعطاك زي السؤال اللي هون طلعوا كيف شوفوا كيف شباب وصبايا المعطيات بتوديك وين شو تستخدم. هلا اذا انا بعطيك كالكوليشنز بتحل، اذا بعطيك كالوريميتر بتحل، اذا بعطيك ستيبس هيز از لو. اذا اعطيتك سؤال كالتالي احسب الانثالبي فور ذا فولوينج رياكشن، هي مثال اول وهي مثال اثنين، ناخذ مثال واحد او واحد ورا الثاني. الاول قال لك اربعه امونيا عم تتحد مع الخمسه او 2 4 ان او زائد 6 اتش 2 شو بتقول له؟ طب اعطيني اي معلومات، اعطيني ان شاء الله ستيبس، ان شاء الله كالوريميتر، قيم. بقول لك بقول لك لا شايف ما بدي اعطيك، بدي اعطيك اذا علمت انه دلتا اتش فورميشن للامونيا
تساوي فرضاً 46 سالب 46 ودلتا اتش فورميشن ستاندرد للان او تساوي 90 ودلتا اتش فورميشن ستاندرد للاتش 2 او تساوي سالب 242 طبعا كيلو جول بير مول. طيب شو اعمل فيهم؟ اذا اجاك بهي الحاله بتقول بكل بساطه شوفوا كيف بشتغل. معناته انت بدك اياني استخدمها. بقول دلتا اتش ستاندرد لتفاعلك هاد اي تساوي طبعا هو محلول بس انا بدي افرجيك كيف بشتغل. بطلع على البرودكت يلا 4 في الفورميشن ان او وين الان او هيها قد ايه الفورميشن 90 يلا 4 في 4 في 90 90 يس زائد زائد 6 6 في سالب 242 يس ناقص ودي بالك افتح قوس افتح قوس لانه انت بتنزل تدخل السالب جوا ناقص 4 في الامونيا قديش الامونيا سالب 46 زائد 5 في قديش صفر يس على الآلة حاسبة بضرب 4 في 90 بيطلع معك الجواب مثلا 360 ناقص هاي سالب هون بتروح سالب 6 في 242 بتطلعها 6 في 2 12 6 في 4 24 1 25 6 في 2 12 و 2 قديش 14 هلا هاي سالب 46 في 4 مع السالب بتصير موجب بتصير موجب لا يعني دير بالك الطلاب اخطائهم هون انت بهاي محل وبيطلع معك الجواب النهائي لازم سالب 184 هاي 184 يعني هون بيطلع زائد 184 ولازم الجواب النهائي يطلع معك اس اكس صبايا سالب 908 كيلو جول يعني المعطيات هي حكت لي وانا احل يعني هل ابسط شيء اجيب لك اياه المثال الثاني شوفوا كيف نفس الفكره انه انا بستخدم اللي هو البرودكت ناقص رياكتر 2 في الفورميشن اتش ان او 3 زائد 1 في الفورميشن ان او ناقص بفتح قوس اللي هي 1 فورميشن اتش 2 او زائد 3 فورميشن ان او 2 وبحل شباب وصبايا ولازم يطلع معك هذا الجواب النهائي. اذا دلتا اتش للرياكشن تساوي مجموع الفورميشن للبرودكت ناقص فورميشن للرياكتنس. طيب بس هيك يعني مباشرة بقول لك لا دير بالك. طب أنا بإمكاني أعطيك دلتا اتش للتفاعل وأعطيك الباقيات وأقول لك مثلا أنا مش عارف الـ HNO3 قد إيه أعطيك هاي وأعطيك هاي وأعطيك هاي وهي موجودة وأقول لك أوجد هاي صعبة؟ بتقول له اثنين في الفورميشن بس تجمع وتشتغل هون بتوديهم هون وبتقسم على اثنين كيف؟ زي المثال بين إيديك. أجاك سؤال عندي بنزين البنزين يحترق في الهواء to produce carbon dioxide and liquid water and liberates يعني تحرر يعني تطلق يعني evolve release يعني شو إشارتها الطاقة؟ ماينس سالب 3271 لأنه ريليز يس ريليز كمان مرة بقول لي أنا بحرق بنزين إذا بحرق بنزين رح تنتج طاقة قيمتها دلتا اتش ستاندرد ات 25 مدام هذول الأمور رح تطلع طاقة قيمتها سالب 3271 كيلو جول مهم أضع السالب كالكوليت دلتا اتش فورميشن للبنزين بده دلتا اتش فورميشن البنزين اذا علمت ان التفاعل هو 2 مول من البنزين بيتحد مع 15 مول او 2 بيعطيك 2 مول سي او 2 زائد 6 مول اتش 2 او اند بكمل السؤال في الامتحان دلتا اتش فورميشن للسي او 2 تساوي ودلتا اتش فورميشن للاتش 2 او تساوي طبعا بده مين هاي اول شيء شو بتقول ما دام مش معطيني ستيبس ولا مولات ولا ما يحزنون معطيني فورميشن بكتب على جنب دلتا اتش ستاندرد للرياكشن للتفاعل تساوي ايش اللي هو مولات برودكت في سي او 2 زائد 6 في دلتا اتش فورميشن اتش 2 او ناقص بفتح قوس يس كملها بكره اوكي تشويق شباب في اكسترا ميوت شباب صبايا نعمل ميوت
شغل الشباب المختلفة. دكتورة واحد اسمه محمد فاتح المايك. يا محمد خليني أعمل بس ميوت أول لو سمحتوا. أوكي شباب وصبايا خليني بس أحكي لكم بسرعة الجواب وبشتغل كالتالي. بكتب أنا هيك بالامتحان يعني أبدا مش صعب، بس بخلي عيني ستة على ستة وباجي بقول شباب وصبايا لما أشتغل بجيب صبايا. آه بتقول طيب شو عندي؟ هاي مجهولة، هاي مجهولة، هاي قديش؟ زيرو. هاي صفر، هاي معاي وهاي معاي وهاي موجودة اللي مش موجودة للرياكشن. كمية الطاقة اللي نتجت موجودة. إذا شو بشتغل؟ يس وبشتغل شباب وصبايا بحل بالرياضيات، بضل عندي هاي مجهولة. شوف شو بعمل، هذا القسم بشتغل عليه، بعدين بجيبه هون بعكس إشارته، بعدين شو بعمل؟ بقسم معادلة رياضيات. ضلت عندك هاي سالب 2 دلتا اتش فورميشن سي 6 اتش 6. شو بعمل اخر اشي؟ بقسم بقسم على سالب 2 وبقسم على سالب 2 وراح تطلع معك دلتا اتش فورميشن موجب 49 كيلو جول بير مول. غالبا بنجيب اسئله على هذا الموال انه انا بعطيك الرياكشن الانثالبي لاله ستاندرد انثالبي وبقول لك اغلبك طلع لي اللي هو الفورميشن لاي وحده فيهم مجهوله. اذا بتعرف الباقيات تشتغل على نفس الفكره انه دلتا اتش الانثالبي ستاندرد انثالبي للرياكشن تساوي المجموع الانثالبي للبرودكت ماينس مجموع الانثالبي للرياكتنت. وانتبه للمولات شباب وصبايا، وهيك بيكون شباب خلصنا التشابتر. هاي مجموعه من التلخيص اللي بتحكي لك شو اخذنا بالانثالبي. طبعا شباب وصبايا بهز لو بقول لك اذا بتعكس بتعكس قيمه دلتا اتش، اذا ضربت تضرب بهذا الرقم. اذا انت عندك بدك تشتغل على الفورميشن دلتا اتش ستاندرد تساوي برودكت ماينس رياكتنت، وغالبا بتكون فورميشن فور اليمنتس في الستاندرد ستيت هي صفر. و شباب وصبايا هذا كل شيء بخص تشابتر الثيرمو كيمستري. صعبة؟ شباب وصبايا في حد عنده سؤال؟ يعطيك ألف عافية دكتورة. الله يعافيكم. لا تمام يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم. هلا الله يعطيني العافية على تشابتر مين؟ تشابتر الثيرمو كيمستري شباب وصبايا. فبضطر أنتقل طوالي إلى وين؟ مقدمة لتشابتر الإنتروبي. جدا سهل، رح نعطي المقدمة عشان يوم الخميس بإذن الله نتعمق في المادة. التشابتر اللي بين ايدينا هو تشابتر 16 بيحكي عن السبونتانيتي، اسمها سبونتانيتي انتروبي اند فري انرجي، يعني مكمل للثيرموداينامك. انا لما بدرس ثيرموداينامك له دخل في دلتا اتش اللي اخذناها بتشابتر الثيرموكيمستري، لها دخل في دلتا اس اللي هي اللي رح نحكي عن الانتروبي، ولها دخل بدلتا جي اللي هي بيحكي عن الفري انرجي شباب وصبايا. مقدمة طبعا زي كل تشابتر بيحكي عن انترودكشن، هاي الانترودكشن بتقودك الى معلومات موجودة في التشابتر. تعرفنا في التشابتر الاولاني الثيرموكيمستري اللي هو دلتا اتش، اخذنا اول نص قانون اسمه الفيرست لو اوف ثيرموداينامك اللي هو قانون حفظ الطاقة. ذاكرينه شباب وصبايا هذا الحكي انه بقول لك توتال انرجي اوف ذا يونيفرس از كونستانت. هذا الحكي قلت لك المحاضرات السابقة رح ناخذ نص قانون الثاني والثالث بالتشابتر الانتروبي بالتشابتر هذا. أخذنا القانون الأول بالثيرموكيمستري، نص القانون الثاني رح نواجهه إن شاء الله في هذا التشابتر. طبعا شباب وصبايا ليش الهدف ندرس من هذا التشابتر؟ عشان نعرف إذا تفاعلك يحدث تلقائيا أو لا يحدث. يعني أنت فعليا بالتشابتر اللي قبل درسنا إذا طارد للحرارة ماص الحرارة بيحتاج شو القصة؟ هذا الحكي بتشابتر دلتا اتش. هلا إذا ما تفاعلك spontaneous يعني تلقائي، فبهمك تعرف كلمة spontaneous تلقائي، process يعني عملية. هل تفاعلك عمليته تلقائيا تحدث بدون أي intervention يعني بدون تدخل خارجي؟ يعني إذا بدير أي على بي بيصير ولا لازم أضغطه ولا لازم أسخنه ولا شو؟ هذا الحكي بخص موضوع السبونتانيتي اللي هي التلقائية. كمان نعمل ميوت شباب صبايا رجاء. هلا سبونتاني وسبروسيس ممكن تكون فاست اور سلو، مين اللي بحدد لك تفاعلك يكون سريع او بطيء؟ اي واحد، اي موضوع. موضوع مين اللي درسناه؟ موضوع الكينيتيك.
موضوع الكينتيك هو اللي بيحكي لك تفاعلك سريع ولا بطيء. موضوع انتقال الحرارة بيحدده دلتا اتش، هلا تلقائي تحدث ولا تحدث ولا لا ولا ما بتحدث، مش الكينتيك اللي بيحدده، بيحدده موضوع كلها مش مجمل ثيرمو دايناميك شباب وصبايا. هلا كيف بدك تفهمها؟ بدك التالي، انا لو اقول لك في عندي ثلج، وركزوا معي بهذا يعني مثال هيك يعني عام، انا عندي ثلج وهاي الثلج ضلت بالفريزر، والفريزر درجه حرارته اقل من صفر فرضا سالب 18، برايك قطعه الثلج راح تنصهر تلقائيا في داخل الفريزر؟ تنصهر ما بتنصهر؟ لا لا ما بتنصهر. لا. بس اول ما بطلع قطعه الثلج من الفريزر واضعها على البنش او على المكتب وحراره الغرفه اعلى من زيرو، هل انت تخصب قطعه الثلج انها تنصهر ولا هي تلقائيا؟ لانه اول ما تلقائيا عمليه يس تنصهر. فالتمبريتشر اعلى من صفر الثلج راح تنصهر سبونتاني وصلي يعني تلقائيا. نفس الشيء شباب وصبايا، انا بقدر احكي عن احتراق الخشب. احتراق الخشب لما انا طبعا ولع الخشب راح يحترق طبعا تلقائيا كله على بعضه بدون بس مجرد ما يتعرض للحراره للشعله بيحترق وبينتج طاقه اكسوثيرمال. هلا هل هو تلقائيا يحدث وخلص؟ هلا اذا صار عندي CO2H2O هل بيردوا تلقائيا يجتمعوا ويعطوني رد رجعوني الخشب تلقائيا؟ لا لا. طيب الحديد، انا لو بعرض الحديد في المي بدون ما اخصبه بيروح بتصدي، بس برايك يعني عمليه صدا الحديد تحدث تلقائيا؟ يعني تلقائيا الصدى يتشكل، ولكن هل الصدى او الاف اي 203 اكسيد الحديد تلقائيا بيقدر يرجع لحديد؟ هل بيقدر؟ لا لا. اذا موضوع اسهم تفاعل الكيميائي، السهم اللي رايح لليمين او الشمال بيعتمد برضو اذا بده يحدث او لا يحدث على تلقائيه التفاعل. يعني في اسباب بتخلي هذا يحدث تلقائي يمين ما بتخليه شمال. هذا هو موضوعنا في تشابتر الانتروبي، هو موضوعي في تشابتر سبونتانيتي التلقائيه. عشان نفهم التلقائيه شباب وصبايا ونعرف شو يعني تفاعلك تلقائي او لا مش تلقائي، يحدث يعني يرغب انه يحدث، بحب انه يحدث ولا ما بحب انه يحدث، لازم ندرس موضوع يسمى بالانتروبي. انتروبي يعني اس، اس يعني عشوائيه، انتروبي يعني عشوائيه، يعني توزيع، يعني راندومنس، يعني تبعثر. هلا اوجد العلماء عشان تحكم على التلقائيه لازم السيستم او النظام او اللي بين ايدك التفاعل يزيد شيء اسمه الانتروبي. انتروبي يعني عشوائيه، يعني انا فرضا جزيئات مرتبطه وجزيئات حره، كل ما زادت حريتي كل ما زادت احتماليتي بالترتيب، كل ما زادت عشوائيتي كل ما كانت الانتروبي عاليه. انتروبي عشوائيه مش تعكس كلمه انتروبي، يعني راندومنس عشوائيه، كلمه انتروبي يعني اعاده ترتيب، يعني عندك مجال ترتب، يعني في عندك مش مرتبطات موزعات خلص حرات الحركه. فهاي موضوع الانتروبي. فربنا خلق الطبيعه بتحب طبعا شباب وصبايا تكون حره الحركه، فالانتروبي تكون لها اعلى ولا اقل؟ يعني اي نظام بحب يكون حر الحركه، فبتتوقع بحب يروح على اللي له انتروبي عالي ولا منخفض؟ عالي. 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 ايوه مش تتلخبط. انتروبي يعني راندومنس عشوائيه حريه. كل ما كان الانتروبي عالي كل ما كان السيستم واليونيفرس بحب يتشكل. هذا الحكي شباب وصبايا بموضوع الانتروبي اس. في شيء رح ناخذه بهذا الشابتر بس موضوعين، انتروبي وسبونتانيوتي او كيبس فري انرجي اللي هو دلتا جي. انتروبي هو عباره عن فانكشن، يعني نفسه اقتران زي اتش هيت، واخذنا دلتا اتش الانتروبي، الانتروبي رح ناخذ دلتا اس التغير في الانتروبي في العشوائيه. هي تقيس مقدار الديس اوردر او راندومنس. يعني لما اقول لك شوفي من تعريفات الانتروبي افهم انه الانتروبي حريه، افهم انه الانتروبي عشوائيه، افهم انه الانتروبي راندومنس اعاده ترتيب، ما مش مرتب حر الحركه. فبتميل الطبيعه انها تتجه نحو الانتروبي العالي يكون حره الحركه عشوائيه اكثر. تمام شباب وصبايا؟ وهو اساس موضوعي، لانه النص قانون الثاني عشان يكون تفاعلك تلقائي
يميل النظام انه يكون الانتروبي له عالي، يعني يكون بالموجب، وراح اشرح لك اياه. اذا انتروبي عشوائيه، انتروبي ديس اوردر، انتروبي راندومنس، انتروبي بروبابيليتي احتماليه. برايك انا رتبت جزيئات وصفتها جنب بعض وجزيئات حره الحركه، مين اللي عنده بروبابيليتي اكثر في التوزيع، اللي مصفطات ولا حره الحركه؟ حرة الحركة. إذا كل ما كان الانتروبي عالي كل ما كان البروبابيليتي أعلى. وهذا الحكي بيفسر لك إياه الرسمة. طبعا الرسمة مش مطلوب منك، الرسمة بس بده يفرجيك إنه أنا لما يكون عندي مثلا عندي قطعة، عندي تو تشامبرز غرفتين، وين الاحتمالية؟ كيف توزعهم؟ شعبتين، بتحط طالب بشعبة، طالب بشعبة ثانية، وصولي نفس الطالب يا بتحطه بهاي الشعبة يا بهاي الشعبة، يعني 50% 50%. هلا اذا انت صار عندك طالبين وعندك شعبتين بتصير عندك العشوائيه او الراندومنس او الديس اوردر يزيد، لانه في عندك احتمال تحط الاثنين شعبه، بتحط واحد على اليمين وواحد على اليسار، بتعكس بتحط هذا هون وهذا هون، او الطالبين بالشعبه الثانيه، عم بيزيد عندك التوزيع والاحتماليه شباب وصبايا. هذا معناته الانتروبي عم بيزداد معي. هاي هي الفكره. معناته اذا كل اللي بحكيه انا المقدمه انه عشان من يوم طالع لما احكي لك هذا الانتروبي يعني عالي ولا منخفض، largest entropy او smallest entropy، بدك تشوف حريه الحركه. كل ما كان حر الحركه كل ما كان الانتروبي لإله عالي، كل ما كان مرتب الانتروبي منخفض. كيف يعني؟ يعني ابسط مثال واجي احكي لك المواد في الحاله الصلبه والسائله والغازيه، مين له انتروبي عالي؟ اي واحد له عالي الغازي، الغاز لانه اكثر حركه. يس اكثر حركه. بس نعمل ميوت شباب وصبايا بس. يس ثانك يو. آية اوكي يلا شباب وصبايا. اذا انا عندي موضوعي معناته الانتروبي للماده في الحاله الغازيه إلها اعلى انتروبي من الماده من حاله الليكويد من حاله الصلبه. يعني تخيل انا شفت عندي ماده بالحاله الصلبه ثلج وصارت سائله، تتوقع الانتروبي زاد ولا قل لها تغير في الانتروبي؟ زاد زاد ما بيقل، بيزيد. ليه؟ لانه كان مثبت من الماده الصلبه مرتبات، قامت انصهرت الثلج. شو صار بالموليكيولز؟ اخذنا بالشابتر 11 شو بيصير بالانتر موليكيولر فورسز، بتبعد الموليكيولز بتبعد، بتصير حره الحركه شوي، بتزيد الانتروبي. فتفضل اليونيفيرس انه يكون الانتروبي عالي، يعني الانتروبي بالماده في الحاله الغازيه اعلى منها ما يكون في الحاله الصلبه، اعلى منها ما يكون في الحاله سوري من الحاله السائله، اعلى منها ما يكون في الحاله الصلبه شباب وصبايا. اذا معناته انا بقدر اسالك سؤال اقول لك اتنبأ مين له انتروبي عالي؟ السي او 2 في الحاله الصلب. بجيب لك يا سؤال، one of the following is correct one of the following is incorrect. The entropy for solid CO2 is higher than entropy for gaseous CO2. او اجي اقول لك choose the substance with higher entropy solid CO2 or gaseous CO2. مين اللي له انتروبي عالي؟ gaseous. طيب هذا المثال مين اللي له انتروبي عالي؟ وفكر فيه، الN2 غاز عند واحد اتموسفير ولا N2 غاز نفسه بالغاز بالغاز ولكن عند ضغط 0.0001 اتموسفير، يعني هاي ضغط عالي هاي ضغط منخفض، مين الانتروبي عند الضغط المنخفض؟ عند الضغط الاقل. يس ليه؟ لانه ذاكرين الضغط العالي لما بزيد الضغط شو بيصير بالموليكيولز للغاز؟ بتقرب، ما دام قربت بتقرب لبعض، بتقرب تصير تبطل حريتها. فكل ما قل الضغط الغاز كل ما كان الانتروبي اعلى. هاي هي برضه ممكن اسالك فيها واجي اقول لك طيب اتنبأ باشاره الانتروبي التغير دلتا اس. بقول للطالب طب كيف بدي اعرف التغير؟ انه قصدي اذا كان مرتبط صار حر الحركه دلتا اس موجبه، اذا كان حر الحركه وصار تحول فرضا من الماده السائله الى صلبه ارتبط فصار الانتروبي له بالسالب. فهيك بدنا نحكي. اذا عندك ماده سكر ودوبتها بالمي، الماده الصلبه السكر لما تدوب بالمي وتشكل محلول، الانتروبي لهذا شو عندك برايك؟
بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. ليش؟ بتقول لي لانه كانت الجزيئات السكر مرتبطه بالحاله الصلبه، تحولت الى الحاله الاكويس، معناته صارت حره الحركه. طيب انا عندي الاي 2 فيبر، فيبر يعني بخار اي 2 تبخر، شاف وسط بارد، كاثف الى ماده صلبه كريستالات، كانت بخار صارت كريستالز. دلتا اس لهذا النظام شو ماله؟ نيجاتيف سالبه لانه قل الانثالبي. يس اكسلنت. ما له دخل بالانثالبي، قصدك الانتروبي. الانتروبي اه بس تلخبطوا بالامتحان بين انثالبي والانتروبي. انثالبي مين؟ دلتا اتش. انتروبي دلتا اس. اوكي هذه مقدمتنا الاشياء البسيطه. المحاضره الجايه ان شاء الله رح ناخذ نص قانون سيكند لو اوف ثيرموداينامك اللي بيحكي لي عن موضوع التلقائيه، ما دامك فهمتيني شو يعني انتروبي وعشوائيه وحره الحركه، معناته بقدر اعرف انه تفاعلي بحب يروح تلقائي ولا لا حسب نص القانون الثاني من الثيرموداينامك. باذن الله شباب وصبايا يوم الخميس كويزك راح يكون يوم الخميس الساعه 3، افكار بسيطه اسئله سريعه بتجاوبها ان شاء الله وبتاخذ فيها علامه عاليه باذن الواحد الاحد. حدا عنده سؤال؟ يعطيك العافيه. الله يعافيكم بامان الله.